السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهم حاجة تصلوا على رسول الله، وما تنسوش الصلاة على رسول الله، وتعلقونا في التعليقات، اكتبوا في التعليقات إن انتوا صليتوا على رسول الله. عايزين نشجع الحملة في الصلاة على رسول الله. احنا كنا الأسبوع الماضي رشينا مركب أو مجموعة مركبات للقمح، عبارة عن عناصر كبرى وصغرى وطحالب بحرية، وقلنا هنستعرض لكم النتائج. طبعا دي صورة الأرض بعد الرش، هقلب الكاميرا برضو أوريكم، وهنشرح التركيبة بتاع المركبات. في ناس كتير ذكرت تحت في التعليقات ايه نوع المركب اللي انتوا ذكرتوه، فأنا ما كنتش حابب إن أنا أذكر المركب في الفيديو، لأن جالي تعليق كده من حوالي شهر ونص، تعليق يعني رخم شوية. قال انت حرام عليك بتتكلم في كل حاجة، وانت بتسوق وانت بتعمل، فانا لا بسوق ولا انا بعمل، انا بنصح الناس بس. لا بقول لحد تعال اشتري من عندي، انا عندي محل مبيدات وفي المهنة بقالي 17 سنة، ما قلتش لحد تعال اشتري من عندي او تعال خد من عندي. اللي عايز يتواصل معايا واديله المعلومة مفيش مشكلة، عايز يتفضل هو في منطقتي يجي يشتري من عندي مفيش مشكلة، انا تحت امر الناس. وفي ناس كتير بتكلمني وبتراسلني سواء بالفون او على الواتس، بتسألني سواء من اسوان او من البحيرة او من كفر الشيخ، وبيسألوني وبكلموني، وبإذن الله طالما عندي المعلومة بقدر اجاوب عليه، ما عنديش المعلومة بقول له يكلم مين او يتوجه لمين، لان مش اي حاجة اقدر افتي فيها. من قال لا اعرف فقد افتى، اقدر افيده بفيده، ما اقدرش بقول له هسألك وارد عليك، مفيش فيها حاجة عيب يعني. ده زرع ناس، واي غلطة فيه مع السلامة. حبينا نوضح بعض النقط كده، فانا ممكن اذكر لكم بس بكتب في تحت الفيديو في الديسكريبشن في صندوق الوصف، بنكتب المقادير وانت ممكن تجيبه، لان انا ممكن اذكر اسم مركب او اسم سماد ما يكونش موجود في المنطقة بتاعتك، او البشمهندس اللي عندك او التاجر اللي عندك ما هوش عنده، فتروح تسأل عليه بالاسم وتقعد تلف عليه وتدور وتدوخ. فانا بذكر لك المادة الفعالة او التركيبة، العناصر الكبرى والعناصر الصغرى، وتحط مركب ايه طحالب، وزي موجود عندك في السوق. اهم حاجة تكون شركة محترمة ومسجلة، ويكون منتج اصلي ونظيف مش متعبي يعني برسل. فاحنا هنقلب الكاميرا واصور لكم الصور، احط لكم في اخر الفيديو صورة قبل الرش وبعد الرش، هكتب تحت الصورة قبل الرش والتانية هنكتب بعد الرش اللي هي دلوقتي، يعني من نفس الاماكن اللي انا صورت فيها. ونذكر لكم تحت في الشرح تحت الفيديو احنا رشيناه بالظبط يعني، بس من غير اسم المركبات، التركيبة يعني. وربنا يوفقنا ويوفقكم بإذن الله، وحاولوا ترشوا المحصول دلوقتي قبل ما يتخطى 65 يوم، لأن هي دي الفترة اللي النبات بيقف فيها بقى عن الاستجابة للتسميد يعني. وبكده نكون خلصنا الشرح، نقلب الكاميرا ونتفرج مع بعض على الأرض يعني. دي الأرض اهيت اللي هيلاحظ في الصورة، يلاقي في مزرعة، المزرعة هيت مزرعة دواجن، وكان في هنا مزروع خس برضه. هنرجع برضه عشان نقف مكان اللي ما كنت بصور. ودي صورة النبات قبل الرش وبعد الرش، اهو تقريبا نفس المكان اهو ساعة ما كنت واقف بتكلم في الفيديو اللي فات. وده شكل النباتات. طبعا احنا بعد اسبوع والنتيجة لسه نهائية ما ظهرتش، النتيجة النهائية تاخد لها من 10 ل 15 يوم، النتيجة النهائية بعد الرش. بس ده يعني مبدئيا يعني، احنا رشنا بقالنا اسبوع بالظبط من يوم الجمعة اللي فات، واحنا النهاردة الجمعة اهوت، فكده احنا عدينا اسبوع. وانا عامل سلسلة لمحصول القمح اسمه برنامج محصول القمح، ممكن تخش على قائمة التشغيل على صفحتي على اليوتيوب، هتشوف اللي انا كنت منزل منشورات قبل كده حاجات زي دي بالظبط تقريبا، وبنتكلم فيه عن الصدى، لان في محصيل
نزرع بدري والأرض عطشت فطلعت سنابل بدري زيادة عن اللازم. فالجماعة اللي طلعوا السنابل بدري عن اللازم لازم يرشوا مركب يحميهم من الصدى، لأن طبعا الشبورة بتنزل كل يوم اهوت، فعشان نحميهم من الصدى ويرشوا مركب يحتوي على الفوسفور والبوتاسيوم، عالي الفوسفور والبوتاسيوم. لو هي غلة أو قمح منزرع بدري وحصل له تزهير لأي سبب إن كان، فيرش المركبات ديت حاجة للصدى بقائية عند وقت خروج السنابل، وقت البلعمة والسبلة في البلعوم، يعني لسه ما نطرتش السبلة أو طردت السبل، ويرشها بعد تمام السبل بعد 15 يوم من الرشة الأولى تقريبا. يعني ده بالنسبة للناس اللي زرع بدري وحصل جفاف والقمح طرد السنبلة، ويرشوا للصدى أهم حاجة، ويخلوا بالهم من منا برضو لأنه ممكن يجيلهم حشرة المن. وإحنا كنا منزلين بالتفصيل عن كل حاجة من دول، إزاي تكافح حشرة المن، إزاي تكافح الصدى، وإزاي تسمد القمح، سنابل، تسميد للسنبلة اللي هو احنا شرحناه من شوية بالمختصر. هناك في شرح وفي، هتخش على الصندوق اللي هتخش على الصفحة عندنا هتلاقي فيه قائمة التشغيل، هتلاقي فيه حاجة اسمها برنامج القمح، محصول القمح، هتخش هتلاقي فيه فيديوهات، هتقدر تختار الفيديو اللي يناسبك وتتفرج عليه، ومتنساش تحط لايك تحت الفيديو لأن ده اللي بيساعد الفيديو إن هو ينتشر ويوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وبالتالي الفائدة تعم. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.